معنويا وفنيا لاستعاده البطولات، خاصه احنا بنسجل النهارده في بدايه الموسم لسه ما لعبناش بطولات، انت حاسس ان احنا جاهزين لده؟ والله اكيد طبعا، يعني مجلس الاداره ما بخلش بحاجه خالص، بدايه من الجهاز الفني محترم جدا طبعا، كابتن طارق مدرب محترم جدا، والصفقات عملوا صفقات كويسه طبعا، من ضمنهم محترف وكل الصفقات اللي جت، وغير اللعيبه اصلا اللي موجودين في النادي الاهلي لعيبه على اعلى مستوى طبعا. اكيد طبعا، ما يعني ان شاء الله ان شاء الله اول ما يعني والروح عامله ايه يعني، لا الروح كويسه جدا، لعيبه محترمه جدا طبعًا طبعًا طبعًا. فنيا واخلاق وكل حاجه، لعيبه سهل تخش في وسطهم طالما هم عايزين ده، طالما انت هتفيدهم فاكيد هم هيسمحوا لك ان انت تخش وسطهم بسهوله يعني. اكيد يعني، واحنا فرحانين بيك وبوجودك والله، واكيد ان شاء الله هيبقى لك دور كبير، انا حاسس ان شاء الله من يا يعني رب من ان شاء الله من الطاقه اللي عندك الايجابيه اللي